في نوع الحقيقة يعتبر بيغطي المشاكل اللي كانت موجودة في النوع الأولاني اللي هو الفيول سيل. النوع ده بنسميه الباراماجنتيك سنسورز، أو بيعتمد على الباراماجنتيك فينومينا. الباراماجنتيك فينومينا عامة لما بنتكلم على أي أتوم، الأتوم دي لو احنا عرضناها للماجنتيك فيلد بتبقى لها كاركترستيك، يا إما تكون حاجة اسمها دايماجنتيك يا إما اسمها باراماجنتيك. لما تكون باراماجنتيك معناها إن هي بيحصل لها سترونج أتراكشن للماجنتيك فيلد. لما تكون دايماجنتيك معناها بيكون لها يعني بالعكس بقى، بيبقى يعني بتبقى ريبولست او بتبقى يعني بيسكلي بتبعد عن الماجنتيك فيلد. الحقيقه في عندنا يعني حاجه كاركترستيك اساسيه جدا للاكسجين اللي هو الغاز الوحيد اللي هو باراماجنتيك. الحاجه الثانيه ان بقيه الغازات كلها ويكلي دايماجنتيك. معنى كده ايه؟ معنى كده لو احنا حطيناه في ماجنتيك فيلد الاكسجين هيتاثر اكتر بكتير جدا من اي غاز اخر. ففكره الباراماجنتيك اوكسجين سنسور ان هو بياخد السامبل جاس اللي هو المفروض ان يبقى ده الحاجه اللي عايزين نقيس فيها نسبه الاكسجين، وبناخد بعد كده روم اير عارفين ان هو كريفرنس جاس عارفين نسبه الاكسجين فيه 21%. وبعد كده بيحصل هنا بحط الكترو ماجنت، والالكترو ماجنت دوت بيتغير يعمل تغير في البولاريتي بتاعته بشكل سريع جدا، يعني بيعمل ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده بيقلب البولاريتي بتاعته بريت عالي جدا. لما بيحصل الكلام ده الاكسجين اتومز الموجودة عندي هنا في الهواء اللي داخل بيبتدي يحصل لها بيسكلي اكسايتيشن، لانها بيسكلي اكني بحاول ان انا مره اخليها تنجذب لناحيه النورث ومره يعني بيسكلي عندي هنا البولز دي بتبقى ريفرس او بتبقى بيسكلي بتتغير بشكل سريع، فبالتالي مره تنجذب لفوق ومره لتحت، فبيسكلي يبقى في عباره عن حاجه زي اكسايتيشن كده للاكسجين. والاكسايتيشن ده الحقيقه عندنا في الميكانكس هو عباره عن بريشر. لما يكون في عندي مولكيولز بتتحرك بشكل سريع كده يبقى البريشر عالي بتاع الجاز دوت. فبالتالي لو انا حطيت هنا ديفرنشال بريشر سنسور في الجزء دوت بين الليمب ده والليمب ده، نتيجه البريشر الزياده اللي ابتدى يبقى موجود هنا، البريشر الزياده ده هيبقى كوندكتد لهنا، ونقدر ان احنا نقيسه كفرق بينه وبين الليمب الثاني اللي فيه نسبه اكسجين اقل. فبالتالي ممكن نبص عليها حتى لو خدنا يعني بلان كده او خدنا كروس سكشن كده، بيبقى في عندي ليمب فيه الاكسجين او الريفرنس جاز بيبقى جاي لي هنا، والميجرمنت جاز بيبقى جاي لي هنا، ويبقى في عندي ديفرنشال بريشر سنسور في النص. زي ما شايفين كده هتلاقوا الديفرنشال بريشر سنسور لها استعمالات كتيره جدا الحقيقه، لانها دقيقه وسريعه، ويعني فعلا ابلكيشن بتاعتها زي ما انتم شايفين في كل حاجه. لما بيجي هنا الجزء دوت بيبقى متعرض لماجنتيك فيلد، وبالتالي الجزء اللي فيه اكسجين اكتر هيبقى البريشر فيه اعلى، وبالتالي الليمب ده هيبقى البريشر بتاعه اعلى من الليمب ده. اقدر اقيس الفرق البريشر دوت، وعن طريق فرق البريشر اقدر استيميت الاكسجين بشكل دقيق جدا. فالحقيقه بيسكلي الماجنتيك فيلد زي ما بنقول قبل كده بيسبب ان الاكسجين مولكيولز تبقى اتراكتد واجيتيتد، يعني تبتدي تتحرك بشكل كده يبقى فيه اجيتيشن، يعني بتحاول حسب ما انا بريفرس البولاريتي بتاعت الماجنتيك فيلد هي بتعمل نفس الحاجه، وبالتالي بيبقى في عندنا بريشر ديفرنس بروبورشنال تو ذا اكسجين بارشل بريشر. الحقيقه السنسور ده بيتميز بحاجات كتيره مهمه، ان هي فيري اكيوريت وهايلي سنسيتيف، والريسبونس تايم بتاعه فيري فاست. فيري فاست معناه بنتكلم على يعني a few seconds، بنتكلم على ثانيه اثنين ثلاثه بكتير، يعني بمعنى ان احنا السنسور ده يسمح لنا ان احنا اكشولي نعمل continuous monitoring. continuous monitoring معناه ان انا باخد قراءه على الاقل كل breath بيبقى عندي قراءه اكسجين جديده، ما بيبقاش عندي فيها اي مشكله خالص. فالحقيقه دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الباراماجنتيك سنسور يعتبر واحد من الحاجات اللي تبقى مفضله في الاستعمال عن الفيول سيل سنسورز. برضه حاجه مهمه جدا نتيجه الاستراكشر بتاعه، مفيش اي حاجه هنا بيحصلها ديبليشن زي الفيول سيل، فبالتالي بيبقى اللايف سبان بتاعه بيبقى فيري لونج وذ نو سيرفيس ريكوايرمنتس، مفيش احتياج ان احنا نعمل سيرفيس للسنسور ده باي شكل من الاشكال. فالحقيقه هو طبعا يعني الاسعار بتاعته ده طبعا مثال لشكل الباراماجنتيك سنسور. الحقيقه بيبقى يعني يعتبر اكسبنسيف، ماتش مور اكسبنسيف عن الفيول سيل سنسور، بس طبعا نتيجه ان هو بيستعمل بدون صيانه او بدون احتياج لصيانه بيبقى الحقيقه في ميزه كبيره، وطبعا بالنسبه للريسبونس تايم كمان بيبقى في ميزه عن الفيول سيل. بالنسبه للاجهزه اللي هي تعتبر يعني اقل شويه في الكوست هنلاقي ان هي بتستعمل فيول سيل، بس الفيول سيل محتاج يعني كل شويه تعمل له كاليبريشن، وبرضه في نفس الوقت بيبقى بعد شويه محتاج ان هو يتغير كومبليتلي.